رول التوست بالدجاج. الوصفه دي لذيذه شبه الكانيلوني، بس بدل ما نعمل نجيب الكانيلوني او بدل ما نعمله بالكريب هنعمله بالتوست بطريقه سريعه جدا ولذيذه قوي. علشان نعمله عايزين توست، واحد رغيف توست، عايزين نص فرخه تقريبا مسلوقه ومقطعه صغير، 2 كوب مشروم، 1 بصل، 1 معلقه كبيره زبده، ملح وفلفل، رشه جوز الطيب، 1 كوب جبنه كريمي. عندنا هنا التوست بتاعنا اهو، الاطراف بتاعته قطعناها بالشكل ده، وهناخد النشابه اللي عندنا وهنبتدي نفرد التوست بالشكل ده. نفرده كده كويس، لازم يكون التوست طري، علشان لو مش طري هيتقطع معانا. خلاص احنا عايزينه بهذا الشكل كده، اوكي. هنشيله بقى كده هنا ونبتدي نعمل الحشوة بتاعتنا، واللي هي بقى احنا عاملينها النهاردة بالشكل ده. تقدروا انتوا تعملوها باي مكونات تانية انتوا عايزينها. اول حاجة هنحط شوية زبدة، وطبعا هنحط معاها نقطة زيت، بس على ما تسخن كده خلينا نعمل كمان توستاية كده اهو. نقطع الاطراف، طبعا الاطراف دي ممكن نطحنها، بنحطها في الفرن بس تنشف شوية، نطحنها ونستعملها في عادي في اي بانيه احنا بنعمله. كده تمام، لسه الزبدة مسحتش، نعمل كمان واحدة. التوست ده يا جماعة الاطراف دي بعد ما تاخدوها تحطوها في الفرن شوية بس عشان تنشف، علشان تبقى سهلة ان احنا نطحنها في الكبة. بعدين هنعمل ايه؟ ممكن تاخدوها بقى تنكهوا نفس التوست ده بشوية بودرة ثوم وشوية زعتر، وبيفرق كتير في البانيهات لما نيجي نعملها. لسه الزبدة مسحتش، نعمل كمان واحدة. النشابات دول يا جماعة لطاف قوي، الصغيرين دول بينفعوا في المعجنات جدا، يعني احسن ما نستعمل الكبيرة، كتير مريحين يعني. انا من ساعة ما جبتها وانا حباها الصراحة قوي، هي طبعا نازلة من زمان بس انا ما جبتهاش غير قريب، يعني هي من زمان قصدي موجودة في السوق بس انا لسه شارياها جديد، سعرها حلو ومريحة. خلاص ناخد بقى دلوقتي البصل اللي عندنا، نحطه كده هنا، حابين بقى تزودوا فلفل اخضر، حابين اي حاجة حابين تزودوها بتقدروا تزودوها. المشروم عندنا هنا اهو، بس عايزة اقطعه شوية اصغر مما هو متقطع علشان ما يعني ما يبقاش كبير على التوست واحنا بنلفه. نحط بقى المشروم،
شايفين يعني الحشوة تقريبا خلاص، هنحط عليها بس الفراخ. نجيب بقى الفراخ اللي عندنا، ونبتدي نحط التوابل بتاعتنا. خلاص هنحط بقى دلوقتي الملح والفلفل، رشة جوزة الطيب، ممكن تحطوا أعشاب إيطالية أو زعتر زي ما تحبوا اللي انتوا عايزينه. عندنا بقى هنا الجبنة كريمي. جبنة الكريمي هتعمل يعني غير الطعم، هتساعد ان الخلطة بتاعتنا كده نوعا ما تبقاش مفرطة، يعني ما تبقاش يعني هتساعد ان هي تلم شوية الخليط بتاع الفراخ بتاعنا، غير انها طبعا هتدي كمان طعم لذيذ. اهي شايفين ازاي يعني لمت العجين، لمت الفراخ مع بعضها، شايفين يعني ما بقتش سايبة زي ما كانت سايبة الاول. تمام، هناخد بقى الخليط بتاعنا كده هنا، ونجيب البايركس اللي هنستعمله، نحط شوية من البشاميل في قاع البايركس. شوية بس كده علشان التوست ما يلزقش في البايركس من تحت. تمام، خلينا بقى نشيل دول من هنا. خلاص كده تمام. هناخد بقى التوست اللي عندنا، وناخد شوية من الخليط بتاعنا، نحطه كده. ونلفه بالشكل ده ونحطها اهي، شايفين اهي، شايفين اهي. طبعا مش هنلزقه لان احنا هنحط، شايفين الحتة اللي تحت دي هنحطها كده، فخلاص احنا كده مش محتاجين ان احنا نلزقه. ممكن نعملهم بالطول احسن وخلاص. احنا عملنا كده الرولات بتاعت التوست بتاعتنا زي ما شفتوا، اللي مالينا البايركس كله بيها. دلوقتي هنحط بقى عليه البشاميل اللي عندنا، ناخد بقى الجبنة اللي عندنا ونحطها برضو على الوش. يلا بينا على الفرن.